يعني جانب من المسؤوليه. تعلم انه حكومه السيد الكاظمي هي حكومه كانت عليها ان تنجز ملف الانتخابات بشكل ايجابي، ويبدو انه هذا الملف لم يسير بهذه الرؤيه، اصبح نوعا ما يعني من خلال نتائجه واثاره اصبح مطبا سياسيا، وتحول من ملف لمعالجه الاوضاع العامه في العراق الى ملف ازمه. ونحن حقيقه ربما اشرنا ربما تقاعس الحكومه ربما من جهه، لربما امكانياتها ما كانت تسمح لها القوى السياسيه، لربما لم تمنحها هذا الدور. كان عليها ان تضبط السلوك السياسي بشكل عام، توفر مناخ ملائم، تبعد البلد عن التوترات، تحاول ان تسيطر على الملفات السياسيه بشكل وباخر. نحن صحيح نقول حكومه عراقيه يعني غير كامله الصلاحيات، ولكنها لديها حقيقه ادوات قويه لضبط المسرح العام في العراق. ولكن يبدو انه السيد الكاظمي وحكومته بشكل او باخر، هسه كان مقصود ام غير مقصود، لم يستثمروا هذا الوضع بشكل ايجابي وكامل، مما يعني دفع